مسيرة الإنسان عالم غريب من العجائب، جامعة كل الأبطاد، سهلة وممتنعة، واضحة ومبهمة، تشبه الأخبار التي نسمعها ونرويها، أحجية تتداولها الألسن لتبقى في وجدان الزمن. رحلتنا في مسيرة إنسان اليوم نبدأها معكم في برنامج متابعة إخبارية، فابقوا معنا. جرح غزة ما زال ينزف وأعداد الشهداء في تصاعد، حيث استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون غالبيتهم من الأطفال جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على أرجاء متفرقة من قطاع غزة. وأطلقت دبابات الاحتلال قذائف على المنطقة الغربية من مدينة رفح بالتزامن مع إطلاق طائرات الأباتشي الحربية وزوارق الاحتلال النار على ذات المنطقة، ما أدى إلى نسف أبنية سكنية كاملة، فيما تواصل فصائل المقاومة تصديها لقوات الاحتلال على عدد من المحاور. وفي الشأن الأوكراني، قال مسؤولون أن ضربة صاروخية روسية على مدينة كريفيري بجنوب أوكرانيا أسفرت عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 21 آخرين من بينهم طفلان، بالإضافة إلى فقدان 4 أشخاص آخرين. وقالت القيادة العسكرية الأوكرانية إن الهجوم الأكثر دموية منذ أسابيع ألحق أضرارا بمبنى إداري ومبنى سكني. وفي مقطع فيديو شاركه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ظهر شخص يخرج من تحت الأنقاض على نقالة، وكافح رجال الإطفاء النيران ورجال الإنقاذ برفع كتلة من الخرسانة وسط الأنقاض. تستضيف سويسرا السبت والأحد المقبلين مؤتمرا سيكون بمثابة خطوة أولى لإيجاد طريق نحو السلام في أوكرانيا، بحضور عشرات القادة من كل أنحاء العالم وفي غياب روسيا والصين. وتهدف هذه القمة التي ستعقد في منتجع جبال الألب بالقرب من لوسيرن إلى إنشاء إطار للسلام الدائم وخريطة طريق لمشاركة روسيا في نهاية المطاف في العملية. ويأمل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في إعادة أزمة أوكرانيا بقوة إلى دائرة الضوء الدبلوماسية بعد أشهر من التركيز العالمي الشديد على حرب غزة. وفي الولايات المتحدة، اندلع حريق في مدينة سباركس بولاية نيفادا في التلال القريبة من مدرسة ثانوية وفقا لرجال الأطفاء. وتظهر لقطات الجحيم المشتعل على مسافة بالقرب من مدرسة هاج هاي سكول. وقدرت إدارة الأطفاء حجم الحريق بحوالي 35 فدانا وفقا لتقارير إخبارية محلية. نقلا عن الشرطة، طلب من سائقي السيارات تجنب المنطقة بعد أن تسبب المارة في حوادث مرورية متعددة، ولم يتضح على الفور سبب اندلاع هذا الحريق. السجن العملاق في السلفادور يستقبل العصابات والمشتبه بهم. نقلت السلطات الأمنية الآلاف من أعضاء العصابات في سجن ضخم افتتح مؤخرا في السلفادور، وهي أحدث خطوة في حملة مثيرة للجدل على الجريمة أدت إلى ارتفاع عدد نزلاء السجون في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى. ويتسع السجن الذي يعتبر الأكبر في الأمريكيتين لأربعين ألف شخص. وكان الرئيس نجيب بوكيلا قد أمر ببناء السجن العملاق عندما بدأت السلفادور في الاعتقالات الجماعية ردا على زيادة عنف العصابات في مارس 2022.
قالت منظمة المشي مع الحدود غير الحكومية أن عام 2024 هو الأكثر دموية حتى الآن بالنسبة للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى إسبانيا عن طريق جزر الكناري، مسجلة بذلك 4808 من أصل 5054 حالة وفاة أحصتها المنظمة. وأضافت المنظمة غير الحكومية أن 33 شخصا يموتون يوميا أثناء محاولتهم القيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر، كما اختفى 47 قاربا خشبيا مملوءا بالأشخاص في البحر. من بين الركام والحطام تنقل رهف ناصر البالغة 19 عاما رسائل عن الحرب عبر أوتار الجيتار. وكانت رهف تدرس في كلية الطب قبل بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، واضطرت إلى النزوح مع عائلتها إلى دير البلح وسط القطاع، والآن تسعى لمواصلة شغفها الموسيقي والترفيه عن الأطفال النازحين عبر الغناء. أنا رهف فادي ناصر، بدرس طب في جامعة الأزهر في غزة. أنا نزحت من الشمال للجنوب في أول أسبوع إلي هان في الحرب، لأنه كان في هناك أحزمة نارية كثير وقصف متواصل كثير، فهذا اللي خلانا ننزح من أول أسبوع. بعد ما نزحنا راح بيتي كله، راحت آلاتي الموسيقية اللي أنا بعزف عليها، راحت كل ذكرياتي وألعاب الطفولة اللي أنا كنت حطاها عندي في البيت. أنا بوصل صوتي للعالم عن طريق الموسيقى، عن طريق العزف، عن طريق العزف والغناء على الآلات الموسيقية. الرسالة اللي أنا حابة أوصلها للعالم هي إنه متى بدهم يتحركوا عشان يدافعوا عنا، متى بدهم يتحركوا عشان هل هم سامعين صوتنا ولا لا، متى بدهم يحركوا عشان يغيروا الواقع اللي إحنا عايشين فيها. ومع اقتراب عيد الأضحى يقوم الجزائريون بزيارتهم السنوية إلى مدينة بوسعادة لشراء السكاكين من صنع الحداد عبد الرحمن ضوفي لأنها مشهورة بجودتها. ويقول الحداد البالغ 85 عاما وهو يطرق الحديد المصهور ليشكله بأساليب تقليدية توارثتها الأجيال على مدى قرون، إنه تعلم هذه الحرفة من والده وأعمامه. ومن المعروف أن سكاكين بوسعادة تصلح للقيام بأغراض متعددة مثل ذبح الأضاحي أو الحلاقة أو غير ذلك، بل إن الثوار كانوا يستخدمونها خلال الثورة الجزائرية. أحد الشوارع التاريخية في وسط روما الذي كان مشهورا في السابق ببيع الأشياء المقدسة أصبح الآن موطنا لتالاريكو كرافات، صانع ربطات العنق الراقي الذي اختاره رئيس الوزراء الإيطالي كمورد للهدايا التي سيتم تقديمها لتجمع قادة مجموعة السبع في بوليا. وسيحصل المشاركون الذكور على أزرار أكمام فضية، في حين سيتم إهداء الإناث حقائب جلدية من مجموعة تالاريكو. كما سيحصل أعضاء الوفد على ربطات عنق تالاريكو المميزة بعلامة إكس لتأكيد طبيعتها المصنوعة يدوياً. غزالة مسرعة يبدو أنها على عجلة من أمرها. التقط مقطع فيديو من كاميرات المراقبة اللحظة الدرامية التي اصطدم فيها غزال بالزجاج الأمامي لحافلة عامة في رود آيلاند، وأكاد يصطدم بالركاب الجالسين بالداخل. ولم ينجي الغزال من الحادث الذي وقع في مدينة وارويك وأصيب 3 ركاب. وأصدرت هيئة النقل العام في رود آيلاند بيانا أشادت فيه بالسائق لما اسمه رباطة جأشه تحت الضغط. إلى هنا مشاهدينا وقد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.